خلوني اختم فقرتي الاخباريه الاولى بارتفاعات قياسيه في مدخلات البناء لدرجه ان احنا وصلنا ان سعر طن الحديد بقى ب ألف جنيه وفي هذا البرنامج قلت من حوالي ثلاث اسابيع ان سعر طن الحديد في مصر مقوم باعلى من سعره في اوكرانيا اللي بتحارب وفي السعوديه بثلاثه الاف جنيه طيب لما يوصل السعر بهذا الشكل الناس اللي بيعملوا في قطاع التطوير العقاري هيعملوا ايه يعني ما انت حط نفسك امام مطور عقاري مثلا شاري مثلا 500 فدان 700 200 وبيبيع ما هو لما بيبني بيشغل عمال طب هو هيبيعه بيسلم بعد اربع سنين، لما يلاقي الحديد بالسعر الفلاني والاسمنت بالسعر الفلاني، ما هيتوقف على البيع، لانه ما يقدرش يرتبط بسعر ويسلمك بعد اربع سنين، الا اذا بقى هتلاقي نفسنا داخلين في التعاقدات على الشقق السكنيه والوحدات السكنيه وسيتم تحديد السعر النهائي للوحده عند الاستلام، ما انا هقول لك ايه بقى؟ ما احنا لازم نتوقف لما يحصل رفعة لمدخلات البناء في السوق لازم نتوقف لازم الدنيا تفكر ايه السبب ايه اللي حصل هل ده ارتفاع بسبب مدخلات عالميه نحن نعلم ان الاسمنت هي عباره عن ميه وطفله والاثنين متوفرين في مصر طيب ليه بيحدث الارتفاع خلي بالك قطاع التشييد والبناء قطاع التشييد والبناء عارف العمارة اللي بتشوفها الشقة اللي انت قاعد فيها دي اشتغل فيها مئة صناعة مئة صناعة يعني صناعة أخشاب صناعة سيراميك كهرباء محارة احسب بقى حديد أسمنت سلط فعلينا ندعم ده قطاع التشييد والبناء قاطرة لتنمية الاقتصاد المصري فلما ترتفع القيمة بهذا الشكل لمدخلات البناء دي مشكلة كبيرة قوي مشكله كبيره بجد يعني فهنعمل ايه بقى